ريح المدام وريحهم هم بصراحة وتعبنا أنا. لا لا بالعكس أنا اتبسطت جدا أن أنا اشتغلت مع أحمد، وطبعا كان نفسي أن أنا يبقى ليا مشاهد مع أكرم بس ما كانيش الحظ، ومي طبعا. فريح المدام بقى لما جه كوميدي، واشتغل مع كوميديانات تقال وأنا ماليش في الكوميدي. صحيح انا اشتغلت مع استاذ عادل امام بس انا ما كانش ليا دور في الكوميديا، يعني استاذ عادل هو اللي كان يعني هو السنتر بتاع الكوميديا في المشاهد. ف لما جه احمد، واحمد بيغير كتير في السكريبت على الهوا، فقلت له ها لا ما تقعدش تغير كده عشان انا مش عارف اذا هعرف امشي معاك انت ولا لا. فقال لي لا 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 انت هايله مالكيش دعوه. اتبسطت جدا في التجربه، ويمكن دي اول مره افكر جديا ان انا ابتدي اخد لاين كوميدي، ان انا ممكن لا انا ممكن اشتغل كوميدي. فدي برضو من الحاجات اللي انت ممكن يعني بيبقى فيك طاقه لحاجه انت متخيل ان انت مش ممكن تعملها بس ما تعرفش الا لما تجرب. فنيفر سي نيفر، يعني دي من الحاجات برضو الدروس اللي انا اتعلمتها. طبعا زي كل حاجه في حياتي زي ما انتوا واخدين بالكم كل حاجه ماشيه معايا بالصدف، يعني خاصه في الشغل بفضل اسعى 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 والحاجه تجيلي في وقت انا مش متخيله. الراديو انا كنت رايحه طبعا ضيفه في عيش صباحك مع مروان ويارا، وبعد ما خلصت الحلقه كان في الوقت ده هم بيدوروا على مذيعين جداد، فتعرض عليا ان انا اروح اقابل المانجمنت واشوف ان انا هل ممكن اعمل حاجه. طبعا انا قلت انا لو هاخد التجربه دي انا هعمل حاجه مره في الاسبوع مش اكتر من كده، يعني من باب التجربه مش اكتر، ان انا اجرب حاجه جديده. وانا بعشق حاجه اسمها الفويس اوفر، وحلم حياتي ان انا اعمل صوت كرتون. يعني هتقولوا لي قلدي ومش عارفه ايه، لا مش هعرف كده، بس انا نفسي اعمل كرتون، يعني دوبلاج كرتون من الحاجات اللي كنت بحبها. فحسيت ان هي اقرب حاجه للي انا بحبه هو ان انا اخد تجربه الراديو. لما جم عرضوا عليا ان انا اعمل عيش صباحك، عيش صباحك هوا، وانا عندي فوبيا ان انا اطلع هوا. انا من ضمن الاسباب ان انا ما عملتش مسرح لغايه دلوقتي او ان انا اقدم حفله او كده، بالرغم ان انا بتعرض عليا كتير، ان انا كنت بخاف ان انا اطلع يعني حاجه دايركت مع الجمهور ستريت، مش عارفه هل انا هعرف. طب انا لو اتلخبطت او انا لو عملت حاجه غلط دي ما فيهاش رجوع، يعني اعرف اللي هو اتس وان واي تيكت زي ما بيقولوا. فقعدت فكرت فيها وقلت والله لا انا المفروض اعملها، يعني دي تشالنج، واكيد هي ما جاتش في طريقي من فراغ. وانا من الناس اللي دايما بؤمن بشكل فوق كبير جدا انه ما فيش حاجه اسمها صدفه في الحياه، لا في شخص بيعدي صدفه في حياتك ولا في تجربه بتيجي من فراغ، فهي اكيد جات لي عشان ليها سبب. فقلت طيب يلا انا هاخد التشالنج، برغم ان هو انا مش عارفه اذا كنت هنجح فيها ولا لا، بس هجربها ومنها اكسر الخوف ده. ويمكن حظي حلو ان انا كنت بشتغل مع مروان، لان مروان صديق اعرفه من اكتر من 15 سنه يعني، فمروان سهل عليا الموضوع جدا. اول يوم طبعا كان فيه خوف كبير جدا، مش عارفه انا اقول ايه ولا عارفه اقعد ورا المايك ولا، وما كانش فيه تريننج، ما كانش الوقت، ما كانش فيه وقت كفايه بين ما يارا ابتدت برنامجها جديد وانا جيت استلمت ان انا يبقى فيه تريننج. فانا زي ما بيقولوا خدوني من الدار للنار، فجاه لقيتني قدام مايك يا بيه ولازم اتكلم، لازم اقول حاجه يعني. فبس فمروان يعني ساعدني كتير بصراحه، والاداره كانت لطيفه جدا ان هم كانوا بيدعموني قوي. ف خدت التجربه، كسرت الخوف. يمكن ما كانش ليا نصيب ان انا اكمل، لان انا طبعا البرايورتي بتاعتي كانت التمثيل، لان دي اكتر حاجه انا بحبها في الدنيا. فلما جالي شغل في التمثيل اضطريت ان انا اعتذر ان انا اكمل عشان الوقت، لانه ده لايف ولازم ابقى موجوده كل يوم ومواعيدي ما ساعدتنيش. بس الغريبه هنا بقى ايه، ان انا بعد ما خلصت تجربه الراديو على طول ابتدت تنهال عليا عروض ان انا اقدم حفلات وايفنتس. وعايزه اقول لكم ان انا لحظه ما عملت الموضوع ده اول مره، انا كنت فاكره لما جم قالوا لي انت هتقدمي حفله انيفرساري للشركه، فانا قلت ترابيزتين ثلاثه بقى وحاجه عاديه كده وفرح صغير اي حاجه كده صغيره، يعني مش متخيله انه حاجه ايفنت كبير يعني. فانا بطبعي عشان بحضر زياده، فقلت لا انا هروح بدري عشان اشوف المكان واخد على المكان واشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي، اول تجربه بقى اتكعبل اتنايم مش وقته. فرحت لقيت قاعه يمكن 1000 شخص،
بصوا قلبي في لحظتها وقف، يعني قلت يا رب عدي الليلة على خير ما تكسفنيش. فرحت وعملتها ونجحت فيها والحمد لله، عملت بعديها حاجات كتير قوي. بس زي ما قلت لكم اهو درس، ان انت ما فيش حاجة بتيجي صدفة، وتجربة الراديو كسرت عندي حاجز الخوف ده، فقدرت ان انا اعمل اللي بعده واللي بعده، فتحت لي باب رزق جديد وحاجة تجربة جديدة وانبسطت بيها وبحبها جدا. فالحمد لله يعني دي حاجة حلوة قوي، تجربة حلوة قوي ودرس برضو من الدروس اللي انا اتعلمتها.